ما تبتل ربيع وقمرة، هكذا يقول أهالينا رحمهم الله في أمثالهم في سرعة مرور الأيام وتقلب الأزمنة. فالسعادة لحظة والقناعة حياة، فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب. فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة ولقد كسي ثوب المذلة. أشعب. ما تبتل أي ما تستمر، والربيع أفضل شهور السنة على الإطلاق. أتاك الربيع الطلق يحتال فاخرا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. والقمرة أفضل ليالي الشهر على الإطلاق، ولا يجتمع القمرة مع الربيع إلا لأيام معدودة بالسنة، وهي في عز الربيع في شهر مارس وشهر أبريل. ومن أهمية القمرة عند العرب جعلوا لها حسابا خاصا بها، قمرة عنب، قمرة رطب، قمرة مشمش، قمرة ماماش.